محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله غايتنا الله غايتنا الله غايتنا والقرآن دستورنا ورسول قدوتنا والجهاد سبيلنا ولا الموت في سبيل الله أسمى أمانينا أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم أسرق كل الدماء أسرق كل الدماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر and continues to watch the cruel bombardment of Gaza, the continuation of the senseless killing and the merciless bombing of civilians, and all of this, unfortunately, with the support of most Western governments. It is terrible to support the killing of innocent people and the bombing of hospitals, schools, churches, mosques, and even international humanitarian organizations. War has escalated to the point of genocide, with civilians being attacked, over 2 million people in Gaza being denied basic supply of essential goods, such as fuel, electricity, food, water, and even humanitarian relief deliveries are being prevented. الحضور الكرام. إذا ما أغلقت أوفان شارعنا سيغلق من شارعكم. ألم تر إخوة في القتال
المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، والله على ما نقول شهيد. لا إنسانية. لا بد أن نتذكر شيئا واحدا مهما، وهو أخوتنا الإنسانية وقيمنا الدينية التي توحدنا جميعا، والتي يحاول أعداء الدين والحياة أن ينتزعوها من قلوبنا، كما تجرؤوا بهمجية واضحة وسافرة على استحلال قتل الأطفال وهدم البيوت وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس ودور العبادة. سأختصر هذه الكلمة بلا شرح ولا تفصيل للموقف الديني والإنساني من هذه الحرب، فلست بحاجة، لا أنا ولا غيري ولا أنتم، التي تجري في عروقنا دماء الإنسانية، أن نفسر ونبين مدى انحطاط ووضاعة وتدني ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب، ومدى الخذلان والصمت العالمي عن هذه المجازر المروعة. لكن أتوجه ثلاث رسائل. رسالة الأولى لقادة ومسؤولي العالم القربي وما يسمى للأسف المتحضر. أقسم بالله العلي العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، والله على ما نقول شهيد. والله أنا الطفل الفلسطيني تقول الشعر قربانا ترى من بعد تعثين. إليك مصير أحزاني تترجمه عناوين وتخلقه قذائفهم بلا قلب ولا دين. تحيل الغدر تضحية وبالصلاة سلاما